السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيديو جديد وهنتكلم فيه عن معلومة جديدة وهي كانات الأعمدة. شوف يا هندسة، أقل عدد كانات في المتر 5، أقصى عدد كانات في المتر 10، أقل قطر بتيجي تستخدمه في كانات الأعمدة هو 8 ملي. كانات الأعمدة بتستمر وكانات الكاميرا بتقف عند وش العمود. طب ليه كانات الأعمدة بتستمر وكانات الكاميرا بتقف عند وش العمود؟ لأن انت عندك عنصر العمود أهم من عنصر الكاميرا، لأن السقف متشال على الكاميرات والكاميرات بتاخد الأحمال دي كلها بتديها للأعمدة، فالعمود عندك هو الأهم، فعشان كده كاناته هي اللي بتستمر. عندك كمان يا هندسة بتكثف كانات الأعمدة أول متر وآخر متر. ليه؟ علشان الزلازل. يعني عندك العمود ده وليكن البيت بتاعك 4 أدوار، هتيجي قبل السقف وهتكثف متر، وبعد السقف هتكثف متر، وهكذا في أول العمود وفي آخره بتكثف متر ومتر، يعني بتعمل 10 في المتر. يعني عمود الدور الأول مثلا الدور اللي تحتيه هو الارضي، تمام؟ فهتيجي عمود الدور الاول هيتكثف المتر اللي فوق بلاطة الدور الارضي، وهيتكثف المتر اللي قبل نهاية بلاطة الدور الاول، وهيتكثف المتر اللي فوق بلاطة الدور الاول، وهيتكثف المتر اللي تحت بلاطة الدور الثاني، وهيتكثف المتر اللي فوق بلاطة الدور الثاني، وهيتكثف المتر اللي تحت بلاطة الدور الثالث. يعني بتيجي على العمود بتاع كل دور اول متر واخر متر فيه بتكثفه. طب ليه بكثفه؟ علشان الزلازل. بكده نكون خلصنا الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو. لو شايف ان انت بتستفاد من الفيديوهات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار بكل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.